And our next honoree is one of Armenia's treasures. What she does is she always fights to present the best image of her country and motivates young Armenian singers to continue in her path. نطلب من السيد نيشان والسيدة رولا ثابت التكرم بالانضمام إلينا إلى المسرح لتقديم هذه الجائزة. مساء الخير. مساء الخير. أهلا بكم في ضيافة على أرض الضيافة الإمارات العربية المتحدة. أنا كتير سعيد مثل كتير ناس بهالصالة بهالإمارة بالإمارات السبع وخارج الحدود إنه واقفين على أرض قبل أسبوع شهدت على حدث تاريخي سياسي مجتمعي. سعيد كتير إنه من اليوم ورايح لأنه على أرض الإمارات شهدنا على معانقة القرآن الكريم مع الإنجيل المقدس. شهدنا على أرض الإمارات على إنه من اليوم ورايح كل مؤمن بيقول بسم الله الرحمن الرحيم بيقبل وبيتسامح وبيسعد لما أخوه الإنسان يلي يؤمن ويقول أبانا الذي في السماوات بيصافحوا بعض وبيرتقوا بالإنسانية وهذا يعتبر ذاك أخاه. سعيد كتير إنه على أرض الإمارات رح تدوب الفوارق، يعني كل إنسان بيقول أنا أؤمن بيسوع ابن الله رح يقدر يتآخى مع الإنسان الذي يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سعيد كتير إنه هذا الحدث رح يدمغنا نحن، شهدنا عليه، رح نخبر الأجيال المقبلة، وأجمل من هيك إنه رح تبقى دبي أرض الضيافة الليلة. الشكر لميشيل ظاهر وعدسة المخرج وليد نصيف، أهلا بكم. طبعا المكرمة ما كتير رح تفهم علي لأنه بتحكي لغتي، أنا بحكي اللغة الأرمنية الغربية، هي تتقن اللغة الأرمنية الشرقية. البي بي سي قالت عن هذه المكرمة بأنها ناشونال تريجر، قالت عنها بأنها كنز وطني. بعمر 9 سنين طلعت على أهم المسارح بأرمينيا، مزجت بين البوب ميوزك سول ميوزك ار ام بي، وقدرت تمثل أرمينيا بيوروفيجن كونتست. اليوم تعتبر أيقونة الجيل المقبل في أرمينيا، تعتبر أيقونة الفن الجديد وأيقونة الشباب. باريا جيريك دبي ماتش ميكاني هايرن خوسك تزي باريا جيريك يفيس شاتها باردم vor ais mrtsanagə diafayi mrtsanagə yes bidi tsezi hantsnem yev vstah yerek vor hayastani mej gam lipanani mej polor spirka hayutyan mej tuk mezi hamar habardankek mezi hamar icon yev shad urakhem vor dubai mej ais mrtsanagə yes yev tuk kich yetke bidi tsernevink yev tsezi hantsnem pari yegatsek. And diafa's award goes to Sirusho. سيروشو. كنز من كنوز الثقافة الأرمنية، فنانة شاملة، مطربة، مؤلفة وملحنة موسيقية، ظهرت لأول مرة على شاشة التلفزيون في 7 من عمرها، وحينها أعلن عن ميلاد نجمة. شهرتها تجاوزت بلدها الأم أرمينيا ووصلت إلى العالمية. حصلت على جوائز كثيرة، منها جائزة مطربة المستقبل والجائزة الوطنية الأرمينية للأغنية. عنوان للجمال بنوعيه، جمال الصوت وجمال الإطلالة. أيقونة للفن في أرمينيا، معشوقة الصغار والكبار. ضيافة تكرم أيقونة الفن الأرميني سيروشو.
Thank you very much. Thank you. This is the first time Armenia is participating in these awards, and I'm happy to be the first person to be awarded. Thank you very much. رح نستغل طبعا وجود سيروشو معنا ونستمتع سويا بهذا العرض الرائع. And also, I want to, while I'm here, I want to sing a song for you, which is in Armenian. But can I teach you some Armenian? Is it okay if I teach you an Armenian song? Yes, yes please sure. Do. Okay. So I'm going to have to teach you two words. Okay. It's Zoma Zomae and Koma Komae. Can you repeat? Zoma Zomae. Zoma Zomae and Koma Komae. مع بعض طيب يا جماعه يلا كلنا سوا اوكي so when I sing and when I show you you will have to repeat please okay. So I'm going to sing zin chu zin stam loch verchun and you say zoma zoma can we try سهلة. But we're not going to sound like that that's for sure so I'm personally you're going to sound great I'm personally not going to do it but please everybody go ahead you're going to sound great but let's try it please So, Zoma Zomae. Zin chu zin stam loge verchun. Zoma Zomae. Okay, great. Next one is Koma Komae. Zim shapik tam loge verchun. Koma Komae. Great. Zin chu zin stam loge verchun. Zoma Zomae. Hey, zim shapik tam loge verchun. Koma Komae. Yay! And we're ready to sing. غنينا أرمن يا جماعة تحية. Ladies and gentlemen, Sirusho! Okay, come on. Are you ready? Zim chuzin shtam logo verchun, zoma zomae. Zim lachik tam logo verchun, koma komae. Zim chuzin shtam logo verchun. Zim lachik tam logo verchun. Hey!
Thank you all. Zinchu zinchtamlo gavarchu. Yay, we're singing Armenian. Zin shapiktamlo gavarchu. Hamaram hamahavnetsav. Ham hanets samatelatoven. Koma koma. Thank you very much.